في الشارع، بخلافا لشعوب عربية تنطق الفصحى بمفردات عامية. يعني حتى شيوخ الأزهر الآن لما يقرأ يفسر القرآن يستعمل عاميته المتأثرة باللغة التركية القديمة، عرفتي؟ مثلا، وهذا خطأ جدا ما كنا نشوفه بالأول عند الأزهريين، عند خريجين دار العلوم، عند هذا مثلا يقرأ القرآن بلهجة مثل ما تقولين الفارسية العامية أو التركية العامية أو الهندية العامية. طيب أنت حضرتك تقول ما كنا نشوفها مع عندهم قبل والحين كان موجود، يعني شو السبب راح يكون؟ أول أساتذة الأزهر أذكر منهم الله يرحمه الشرباصي، أحمد الشرباصي، أذكر علي عبد المنعم، يتكلمون اللغة العالية العربية، ولما يقف في المنبر يتحدث عن ويشرح القرآن يشرحه باللغة الفصحى. الآن لما يأتي يقول ولبس في قومه، شيخ كبير وعالم وكذا، الناس على بالهم أو الطلبة من اللبس، ويقصد لبث في قومه. أو مثل ما قال الأخ وليد أمس، يقول أحد المشايخ قال ولا رفس ولا فسوق في الحج، فقاموا يعلقون عليها، فهذه تغير الكلام. بعد الحرام الإنسان هذا عبث في القرآن. أول حنا في الإذاعة المشايخ الكبار عندهم شيخ يراقبهم في حديثهم. أول أمس أنا قاعد أسمع الإذاعة يقول يأجوج ومأجوج، ما يجوز يأجوج ومأجوج، شنو يقول القرآن هذا؟ لا تعبث فيه. فكل ما نسمع الحين مو إذاعة الكويت، إذاعات العربية كلها، لم يعد مشايخ الأزهر بمكانتهم العالية في اللغة، ولم يعد الأساتذة أول فطاح الأساتذة اللغة سواء الكويتيين أو غير الكويتيين، الآن لا يلفظون الحروف الأسنانية اللي هي الذاء والثاء والضاد، ويستهينون. حنا عندنا عيوب باللهجة لكن ما نرتقي فيها في إلى اللغة. اطلعوا ناس أساءوا إلى اللغة. بالأول طه حسين إذا قال جيم يتأسف يقول جيم، ترى شخص واحد اللي هو الدكتور إبراهيم أنيس أستاذ فقه اللغة عالم، ولكن تعصب إلى العامية، دخل كثير من العاميات في اللهجة المصرية، دخل وارتقى فيها إلى الفصحى. مثلا الجيم، احنا الفقهاء اللغة يقولون جيم فصحى، هاي اسمها كذي، وفصحى وجيم قرآنية وجيم قاهرية اللي هي الجيم. تعصب لها الدكتور إبراهيم أنيس، قام يسقط وصار مسؤول عن لجنة اختبار المذيعين في القاهرة. لما يأتي، يعني غالبية المصريين يلفظون الجيم قرآنية وفصحى، يعني من الصعيد لأغلب المصريين والأزهر دار العلوم كذا، حط له منهج إن اللي يلفظ الجيم عربية غلط، يعني ما ينجح بالاختبار. يا فهمي عمر خريج دار العلوم ومتمكن من اللغة يقرأ الأخبار بالجيم، قال جيم الفصحى وجيم قرآنية، أنتوا تقولون يا الأزهر يا دار العلوم، قال لا ما نبي، هذه تطورت حضاريا صارت جيم. هذا خطأ، ما تطورت حضاريا، هذه جاءت من اليمن مع حملة الفتح لعمرو بن العاص، أخذ معاه جنود قحطانيين يمنيين يلفظون الجيم جيم، فظلت في إطار القاهرة، ما كانت القاهرة موجودة في الفسطاط، فظلت لحد اليوم في نطاق القاهرة. لكن أول علماء الأزهر والدار العلوم يلفظون الجيم جيم. إبراهيم أنيس وجماعته يوم من فرنسا حبوا يطلعون أشياء جديدة، عمموا الجيم، هذه الجيم أجمل الأصوات العربية، أجمل صوت موسيقي في اللغة العربية، من 28 حرف حرف الجيم. لما تقولين يأجوج ومأجوج يعني كل بشاعة، لما تقول أجج أو مؤجج بالسلاح يقولونها اليمانيين الآن، لكن عامية هذه يجب أن هذا. فيعني المراد أن العاميات ما لازم ترقى أو تتسلط إلى الفصحى، تبقى الفصحى. حنا الحين نلفظ كل الحروف لما نقرأ نص عربي حتى اللي بالابتدائي، لكن في البعض خارج نطاق الجزيرة العربية يستهينون فيها، 5-6 حروف ما يبقى من العربية إذا الأستاذ عنده 8-9 حروف يلفظها لفظ غير عربي، يعني مشكلة يعني.